كيف اللي والو هاي الضبابة صار العظيم وصلت واحد المرحله صافي تستسلم تافي كل واحد فين عطاو كل واحد فين شباط الطريق بوحدي نايم بقى كيف اللي والو الضبابة تاعين طلبوا من الله حاجه تسالي بخير ولا خير حطوا البرد بدات نوريكم العيط الاولاد يتلقاهم يمشيو البنات معاك الله يحفظك الله يحفظك عندكم بصح الله يكفيك نعطيكم نمره لا لا البنات يمشيو لعند اولادي ما يجيو لعند الشاب هاد المشاهد اللي كنشوفوها هذه مشاهد صلبه وهذه الجماليه ديال الغاز هذا غاز طلعوا ديك الميه النسائيه تعرف العظمه الخالق في الكون وتعرف اللي مو هادشي هذا كاين واحد مصمم واحد مصمم ابداع ماشي هاد ماشي عادي هاد اللي روميو صديقي يحفظ عاد الأصدقاء الله من ضغى فينا خوتي كنا ولا زلنا على درب الجبال المصمم. من بعد ما كنا في قمة جبل أفشل الوجهة الآن نحو قمة ثانية جبل تيزيوان ثالث أعلى قمة في إقليم شفشاون كيبلغ 2160 متر عن سطح البحر انت ريفي نص ما انت تجيب لي ما انت ريفي اش ديوالي خرج المستعمر الختابي الختابي ها واحد الزفزافي ها جوي باتوتا هو ديالنا ديالنا طارق بن وزياد اربعة موسى بن نوسى احنا عندنا بطواجن واش كتكذب لي ودير معايا دير معايا ناقشني ناقشني انا اشكب الاربيتا الباك اخي انا يظلمني دابا انت مصور انت مصور هذا باقي شافين طريق تيزيوان ان شاء الله المسار اللي كيهبط به جبل افشتال وجبل تيزيوان مسار ساحر وخلاب طبيعه عضراء نخليكم تكتشفوا معايا الجماليه هذا الجبل المفاجات التي لم تكن في الحجمان لا تنسوا تشتركوا في الصفحه وشاركوا المحتوى مع الاصدقاء ديالكم وخليو تعليق محفز واي سؤال كتبوه في التعليق ما شاء الله الضباب هذه خا ما كايناش القايله كتعطي واحد الجماليه زينه المسار كونسا ما ديالو صافي بحال دا سمية الناس قدامين قال لك تلايدرا تلايدرا قال لك الامازيغ هما اللي سماوه شنو الدوار شنو اسمه كونسا تلايدرا ايما كنخرجوا اصدق ما نسبالا ما كاينش اللي ما كيقول لك شي لا معنا غير كيعمل لك الصواب وصافي اقسم بالله كيبقى على ساق مرحبوا بينا نضاو ديالو نصروا معنا الله يحفظ والديك العظيم اللي كاين الله يعزكم اخوت الله يعزكم ها هما اخوت سمعوا سمعوا اش كيقولوا سمع يقول لك لا تبات في الدار علاش تبات حاجه حطوا الباب برد البنات نوريكم العيط الاولاد يتلقاهم يمشيو البنات معاكم الله يحفظ عليك الله ينور الله يكفيكم بصح الله يكفيك اخزان ديالك نعطيكم نمره لا لا الله يحفظ والديك البنات يمشوا لعند اولادي هما يجوا لعند الشيخ الله يكفيك الجار ديالي اقسم بالله الله ينور الله يحفظ بابك الله يكفيك الله يحفظ بابك الله يحفظ والديك هذا الكرم هذا فين غادي فين تسمعوا شي واحد كيقول لك هلايا كيقول لك البنات ديالي يمشيو يباتوا مع اولاده وانتم اجيو باتوا معنا ودابا فين تلاقى الناس بحال هيدا واش كنطلعوا كنكتشفوا هاد المناطق كنعيشوا مع الناس بحال هيدا الناس بساطه باتوا في الجامع قال لك لا باتوا في الديور قال لك الدار كاينه علاش تبات في الجامع تحيه للناس الغمارة ناس الجباله ريافه ولا الكرم اللي فيهم وعلى الطيبوبه والاخلاق ما عمرنا تلاقينا شي واحد ما رحبش بينا الدار ولا ما قالناش يلا ما شاء الله اخوتي كيبهر العقل ديالي القلب ديالي وجدان ديالي الاحاسيس ديالي المشاعر ديالي والله العظيم الى حسن الكلمات ما كنجربوش يا اخي واش نعبر على هذه الجماليه هذه او سبحان الله اخي قال لك كتعرف لله في المخلوقات ديالو شوف العظيم كتعرف العظمه الخالق عظمه المخلوقات ديالو تحياتي للسعد الله شوف سبحان الله سبحان الله الضباب هذه اللي كاينه هي اللي زادت فات واحد الجماليه ماشي عاديه الله راه كما كيقرفنا في الفيزياء اللي زيطا فيزيك كينقسم الحالات الماده كتنقسم ثلاثه منها السائله والصلبه والغازيه هاد المشاهد اللي كنشوفوها هذه مشاهد صلبه وهاد الجماليه ديال الغاز هذا غاز طلعوا ديك الميه السائله سوائل خليط ديال غير هادشي هذا يكفيك بانك صافي تعرف العظمه الخالق في الكون وتعرف باللي مو هادشي هذا كاين واحد مصمم واحد مصمم ابداع ماشي عادي ماشي عادي هاد هادو اللي كيقولوا كون صدفه وديك ملحدين يقولوا هادشي هذا جا عن طريق الطبيعه غير مجرد تشوف هادشي شوف شوف ديك العش هذاك سبحان الله العظيم ديك العش هذاك شوف شوف ما
كما كتشوفوا حنا باقيين في الطريق جبل تيزيوان ان شاء الله. بدات كتناقش شي حاجه تسته، ولكن واخا هذيك الشتا بيدنا غادي تزيد الضيف الجمالي على الطواجي هذا. الله يرحمنا في الشتا. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك. طلبوا الله يرحمنا في الشتا. راه الدعوه في الضيف اخو الفلاح كيتشكى، مواطن كيتشكى، ما هذا المنبر ما الطبيعه هذه الخلابات. كان واحد الديسكو عيشنا معاه الطفوله، الفيضو وميو وعصابه الدي ام ويقدموا لنا السنوين. انا صديق لا يعرف الكلام، مخلص رقيق إن قال فعن، روميو صديقي يحفظ عاد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام، روميو صديقي علمنا معنى الوفاء، علمنا ألا ننسى الآلام. عطلة ارتفاع واقف عليه ماشي عادي، اراه هنا نيشان نحدوها صافي، مشاو تزاقوا لك هنايا ربعي بلا ما تفكر صافي. قالت حقوسة شني كتحس اخي وقيتي شي كتحس شني كتحس قال لي وقيتي انا لا خوتي يلا وقفنا تما خوتي تصورنا في ديك الحافة اخ الادرينالين كيتكب عليك بالاضنا وكتفكر في الموت في فلاش باك حياتك كامل كيرجع لك. لم يكن وصلك الا حلما بالكراء او خنسة المختلسين، والذي اجرى دموعي عندما وهنا غيبدا الكابوس اللي ما كنتمناه لاي واحد بالضبط في هذه الاطلاله الرائعه. وانا ملهي مع التصوير ترجعت باش نكمل الطريق، كنجبر نزلت واحد الضوابه قويه ما بقى كيبان حد من الدراري، واخا يكون قريب ليا لك مستحيل تشوف. احما ضامن هنا عند القمه هذه كما وصلنا شي تيزيوان، تيزيوان هي بغاتنا واحد اليوم من هنا صراحه ماشي عادي. كتبان لنا ناديه مغطيه بالدبابات، الضبابه نزلت واحد السرعه ما خلاتش الوقت باش نعلموا ولا نجمعوا بعضنا، كل واحد فايس بالطريق، الضبابه القويه والطريق اللي ما بقاتش كتبان في غابه تيزيوان بالضبط اللي من بين اكبر الغابات اللي كاينين في الشمال. ابا على منظر اخوتي ما بقى كيبان لي والو والله العظيم، الضبابه هيدا الضو هيدا الضبابه، والله العظيم وصلت واحد المرحله صافي استسلمت ما بقيتش كنعرف واش نزيد نطلع ولا نهود ولا ما بقيتش كنعرف حتى حاجه، تافي كل واحد فين عطاو كل واحد فين شبا الطريق، ما بقى كيبان لنا والو، انا بعداك بوحدي هنا ما بقى كيبان لي والو. الضباب تاعين ما تعرفش واش تبا هيدا ولا تبا هيدا، ما تعرف فين تمشي ما تعرف مين تاو، الله يحفظه صافي طلبوا من الله حاجه تسالي بخير ولا الله العظيم اخوتي. صراحه ماشي بالسهل باش تكمل طريقك نحو القمه من غير عون الله عز وجل. كما كتشوفوا اخوتي وصلنا البلاكه من الاول. فين هو بيضا؟ كنت تلف واقيلا بصح باقي انوار وباقي نبيل وباقي عادل. صراحه باش طلعنا هاد نفسي ابي لا ولا باش طلعنا البلاكه هادي فهاد الزوده بابي خصك شويه الخبره اخوتي. طلعتي ها هو وصل الاخ ديالنا الثاني، ثلاثه بينا دابا حنايا باقي انوار وباقي نبيل. اقسم بالله ما طاحت هاد الضبابه بزاف، بقيت كنشوف هاد العواد ماشي ملايين وكنشوف هاد العواد وكيبانوا لي خاوي، كنقولوا دابا كانت هذيك هي البلاكه صافي حيت انا ثابت على هاد الموطه فهمتي. آه الله يحفظ اخوتي، او اذا لقيتو تالفين في هاد الضبابه راه صعيبه بزاف والله العظيم. كنتي كتفتش فين تبات يا والله الا كنت كتفتش فين؟ الحمد لله جبرت واحد البرج قلت صافي هو هذا. واش هذيك البرج مشيت ندلي هنا كذا صافي كنت كنجتها ولكن اصبت في الاجتهاد ديالي. دابا تا ما جيتش على بيستا، ملي وصلت للبرج وصلت للقمه صافي كنحس براسي انني في القمه، هبطت شويه جبرت واحد البيستا يعني جبرت على يدي الشمال الحمد لله جبرت الدراري الحمد لله اخوتي. دابا باقي انوار كنتمناو لحق علينا، ما كاين لا كونيكسي ولا جي بي اس لا الو لا حتى حاجه، تلفتي الزقلمه تا هو انوار مازي هو انوار ديالنا هو الحمد لله على السلامه ديالنا اخي انوار. مغامره ماشي عاديه في الطبابه هذه هاد الشتا دابا تيزيران باقي لنا جبل الكواكب ان شاء الله. تيزيران خاويه اليوم، لا طير يطير ولا سير يسير ان شاء الله نشبوا طير الكواكب. واخا الضبابه وما كيبان والو في حق غادي نمشيو. شوفوا اخوتي هاد العشاش هادو نوكي عن الهاد بجيوش اقوى من نار عرفت كيف الرد، ما هنت ولن تهدي بل من اجلك طار السد. هزيم الرعد هزيم الرعد
هزيم الرعد هزيم دابا صافي نتقنا جبل الكواكب ان شاء الله وكنتمنوا نوصلوا له. واحد بوده طاحت علينا ماشي عاديه تعطلنا والله ما نضاف فينا خوتي. جبل الكواكب اللي كان الوجهه الثالثه ديالنا والحمد لله بالتوفيق من الله قدرنا نوصلوا لهاد ثلاثه القمم في وقت وجيز والحمد لله. من ناحيه الجمال والغطاء النباتي اللي كيتميز به هذا الجبل نخليكم مع الصور هي اللي تقدر توصلكم ولو غير 10% من جماليه هذا المكان العذري. من اعلى قمه جوزنا جبل تيزيران تيزيران جوزنا جبل الكواكب نوريكم واحد المنظر اللي الصراحه الروعه. شوفوا سبحان الله شوفوا سبحان الخالق الشجره كتزعزع لا 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 ما شاء الله ما شاء الله. خوتي هنايا مع الغروب واحد المنظر ماشي عادي فوق السحاب وصلنا لجبل الكواكب. حنايا جبل الثالث والاخير جبل الكواكب شحال الساعة دابا؟ 8 وقيلة ودابا غادي نعطيو لاطاك باش نهاودو من باب باب. الحمد لله جازت بخير وعلى خير. خوتي المنظر ديال الغروب هنايا يا سلام ما شاء الله ما كرهناش نزيدو نبقاو هنايا ولكن الوقت ما عندناش الوقت ما كاينش ابدا. باقي لنا ما بين جوج ساعات حتى جوج ساعات ونص عاد نكونو في باب باب.